الكرم ما شاء الله أيديكم تندى ومخابيكم رهينة لنا من يوم بدأ البرنامج. أقول أنتم كلكم بيضان وجي والله أنكم بيضان وجي كلكم. معنا شاعرنا مميز وضيفنا يأخذ نزل عليه يم يغيب عنا لكنه كان في الديرة يروح ويجي وحنا ودنا يقعد معنا لمن محبتنا فيه. أخوي غرمان تفضل الله يحييك، كان عندك مشاركة تفضل. أولا الله يعطيك العافية أبو عبد الله والجميع إن شاء الله. من يقول سأل الحقيقة أنكم رموز وأعلام ما عليك زود، والعمل اللي تسوونه ما هو غريب ترى عليكم، وكانوا آبائنا وأجدادنا نفس الطريقة الكرم والطيب والأخوة الحمد لله. ما ولا نفرق بين فلان وفلان الحمد لله. اللي ما يشكر الناس لا يمكن أن يشكر الله. أنا عندي كلمتين شكر لأبو عبد الله، استاهل والله أبو عبد الله، زميل وصديق وجميل عمل قبل كذا، ورجل له دور في المجتمع. اي والله معك زود يا ابو. فانا سويت بيتين ووضعتها في درع وهو يستاهل والله ابو عبد الله. الله يبيض وجهك يا غرمان ويطول عمرك انت ومن يسمع. ومن يقول انا اقول يا الله يا عالم خفايا الثقلين سبحانه، يا رب يا ليلك ترد الاسامي تحفظ ملكنا والوطن والمسلمين، واحفظ ولي العهد نسل الكرام يا رب. بعده سلام الله يورد ملايين، سلام وافي فوق معنى السلام سلام، يا مبارك حفيد الميامين ابن بخيتان الاديب العصام. ما عليكم زود، ما عليكم زود، استاهل والله ابو عبد الله. من لابه تزخر بروس وسلاطين اكلب دهات في المواقف عظامية، وانا اعرف مبارك عميد المحامين يعرف اذا قابلك معنا محامي. يا سلام. وصلاح ذات البين له منهج زين، متحدث مبارع بزين الكلامي واعلامي يختار خير العناوين، والعلم والتوجيه جابها لزامي. وأقول يا مبارك عسى أيامك سنين وعساك في خير وآمن وسلامي، والخاتمة صلوا على كامل الدين محمد المختار خير الأنام. الله يبيض وجهك. ويسمح لي أبو عبد الله أقدم له هذه القصيدة في درع. الله يبيض وجهك طبعا باسم الجميع. كلفت على نفسك. قول لكم والله العظيم من يمناك. يبيض وجهك من يمناك. شكرا يا المطلق. والله العظيم تعال على يميني. وشكرا يا المطلق. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. ويستاهل والله أبو عبد الله. الله يبيض وجهك. شكرا. والله إنه شكرا. وافي مع الجميع ما هو بسمعي أنا، مع الجميع. ما عليك. كل من يعرفك والله أبو عبد الله. كل ما قلت إنه يثني عليك. الله يجعل والديك في الجنة. كل ما قلت من كلام من طيب ترى يشملكم كلكم، يشمل اخويا والله ما انا الا واحد منكم ولا خذيت الا قسمي في الطيب، كل منكم خذ قسمه. وكلامك هذا هذا الكلام الجميل ترى ما يظهر الجمال الا من امتلأ صدر بالجمال، فانت الكلام اللي تفوهت به هو الجمال اللي في داخلك يا غرمان نشرته علينا. الله يبيض وجهك ولا عليك زود في مدايحك ولا في تكريمك. وترى التكريم الايل مبارك بخيتان من اي شخص هو تكريم الاعضاء بيت الحكمه كلها. هذا لا منهم النجاح، هذا منهم وايلهم. شكرا شكرا يا غرمان. شكرا الله يبيض وجهك. شكرا. يستاهل يستاهل تبارك الله. اسمح لي ابو محمد تفضل يا ابو سليمان. يا لا كلوبي تستا يا لا كلوبي تستاهل التكريم. السلام عليكم ضيع وعلامي وناقد وذيب من بيت قالت وشي ما هو طيب. نقول لك يا العمري شكرا جزيل، سبحان رب موفقك للجميل، عما جلس الحكمة وزد في رصيد. نقول لك لا أنت وشكرا جزيل. يا لا 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 لا. نقول لك لا أنت شكرا جزيل. الله يبيض وجيكم يا نوفيا. الله يبيض وجيكم. خذي عمرك. والله تستاهل. الله يبيض وجيكم. أنا من أول أتمنى يا أبو عبد الله. سم. من أول أتمنى أني أراك بالمجلس. والحمد لله جابك الله وجاب الله المطاليق هذولا. وترى الفراق يا اخواني، ترى بعض الناس لما قلت له بنروح بكره ترى ينحاش مع الخلا ما يقدر. لا لا ما في فراق، ما في فراق. وبشركم انا عزوبي هنا رمضان وبشغلكم. انتم ظني ودكم بالكلام ذا حبيبي. انا يا ابو صالح اشغالك شرف شرف ابو صالح. انا منسق عندك انت فطوري، ومنسق عند ابو سليمان فطوري، يا سلام عند غرمان فطوري.